انا عايزه اعرف بقى مصطفى ايام زمان في اسكندريه العيد كان بالنسبه له عامل ازاي؟ فرحه الكحك والعيديه. العيديه دي كانت حاجه مهمه قوي، يعني الواحد كان بيستنى العيديه دي من جده، من عمامه، من خلانه، من عماته، يقعد يجمع يحطهم على بعض، شوف بقى هيعمل بيهم ايه. يجيب شويه بومب، شويه مسدسات، شويه حاجات. في البدايه طبعا انا ببارك لك على مسلسل فارس بلا جواز، يعني فعلا كسر الدنيا السنه دي ما شاء الله. الحمد لله. والله انا يعني قلت اقدم وجبه لذيذه، لذيذه وخفيفه وسط الحاجات الثقيله الموجوده عشان شكلها يبان. وبعدين انا بحب اللايت كوميدي. انا بالنسبه لي اللايت كوميدي بحس ان الملعب ده انا مدرستي، وبحب اطلع فيه حاجات مختلفه. طب مصطفى قمر بقى ايام الكليه والدندنه والجيتار، ما سمعنا حاجه بالجيتار. انت بيحكوا لك ايه في اسكندريه عني؟ أنا؟ ما انت بس انت طبعا جيل، انت جيل طبعا جديد يعني وصغنونه، فبيحكوا لك بقى يقول لك مصطفى كان بيقعد فين بقى في اسكندريه عشان انت. بقى يقعد شنو بقى كبار عني، كان يقعد يقول بقى كان بيقعد تقريبا بيقعد بقى بالجيتار بقى كده في الجامعه بالجيتار. صح، كليه التجاره تقريبا. كليه التجاره مظبوط.